احنا شفنا نتنياهو وشفنا له صور في وسط جنوده، هنا الرسائل مزدوجة. هل هو بيحاول يبعث رسائل للداخل الإسرائيلي بأن الأمور طيبة مع الجيش، وفي نفس الوقت بيحاول يبعث رسائل أخرى لحماس وللمقاومة الفلسطينية من تواجده في وسط الجنوب؟ يعني نتنياهو رغم هذه الضراوة وهذه الوحشية وهذه الأعمال البربرية وشريعة الغاب وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة وهذه القسوة والفظاعات، إلا أنه في النهاية واضح التخبط، واضح الضعف والترهل، واضح أنه محكوم عليه خلاص، انتهى سياسياً ريثما تنتهي هذه الحرب وتضع أوزارها. ولكن في هذه اللحظة يعني رغم هذه الانقسامات ورغم أن شعبيته تراجعت بشكل لافت، إلا أنه في نهاية المطاف في هذه اللحظة هم متوحدون على هذه الأعمال البربرية وعلى هذه الوحشية. يعني وكأن يعني شخص يوجه ضربات بشكل انتقامي، هي أعمال انتقامية، هي أعمال لا تمت للإنسانية بصلة وليس لها أهداف عسكرية، يعني ليس لها جدوى من الناحية الاستراتيجية، من الناحية العسكرية، لأنه أين أنت وأين المقاومة؟ وكما قال فخامة الرئيس السيسي البارحة إن القضاء على المقاومة أولاً ده مستحيل وسيستغرق سنوات وسنوات، والتاريخ والأحداث يعني كل أولئك ينبئون بأن حركات المقاومة الدي إن إيه بتاعها يعني غير قابل للموت، غير قابل للنهاية، ستستمر المقاومة، طالما في احتلال ستستمر المقاومة، حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، الفصائل، فتح، ستستمر المقاومة طالما هناك احتلال الأراضي الفلسطينية. وهذا ما أكده الرئيس السيسي، أننا علينا أن نهتم بتسوية القضية لا تصفية القضية، لا للتصفية ونعم للتسوية، إحياء مسار السلام مرة ثانية، احتواء هذه التطورات المتسارعة، بل إحياء عملية السلام. يعني سلوك الدولة المصرية الآن وسياستها هي ترتكز حول هذا العنوان، الاحتواء والإحياء، احتواء التطورات وإحياء عملية السلام. عطفا على السؤال السابق، مهما حاول نتنياهو أن يظهر أن علاقته قوية بالجيش، الخلاف واضح جدا ما بينه وبين وزير الدفاع، مهما شفنا من صور، بنشوف فيديوهات برضو على السوشيال ميديا لمجموعة كبيرة من الجنود بتهاجم نتنياهو ورفض أن يتقف في الأماكن بتاعتها. لازم زي ما حضرتك قلت أن في هنا عقيدة، يعني مهما كان موجود في أسلحة، لكن على الجانب الآخر في عقيدة.